اويلي متجر تخفيضات يا جماعة، صار لي زمان ما لي شاف هالمتجر. معلم هون في كمان عنا سكنات جديدة يشي باللوس. يا سلام، عنا هون اول سكين، هاي شنو؟ ابيض وما ابيض، وفي سكين بنت كمان. اوه انت كمان سكين بنت شي تم. اوه شوف الحذاء، حذاء ده يذكرني بحذاءات القديمة، ما عرفت تتذكرون شب هيك شكل الحذاء، يشبه ذاك الحذاء الابيض والاخضر هيك شكل البرازيل كنا نقولوا عليه. والله صراحة ما اتذكر شو كان يا جماعة. يا سلام، وانا عنا كمان شو هالحقيبة معلم، هاي حقيبة معلم ممكن تطير فيها يا جدك. سو اعزائي الكرام، كيفكم؟ شلون بخير؟ ان شاء الله كل شيء تمام كما ترون. اليوم طيبين، راح ندخل نحاول نشوف حظنا بهذا الحدث الجديد. اوكي، قبل كل شيء اكسب صلاة على النبي حبايبنا الكرام، وجمعه مباركه عليكم، وانا متحمس لهذا الشيء. بس ولكن قبل كل شيء يا جماعه، قبل ما ندخل على هذا الحدث يا شباب ونشوف حظنا كيف راح يكون حصل هذا الجواز يا جماعه، اوكي طلب خفيف لطيف حبايبي، الله يسعد لياكم. تروحون لكل شاب رابط تحت الوصف لقناتنا الجديده. شاب اللي مش مشترك هناك يروح يشترك. شاب نزلت من شوي مقطع شاب باللوز، عم بنزل لكم شاب مقاطع يوميه ومشكل شاب هناك، اوكي. وكل عاده شاب راح تبقى القناه يعني لفروفاير وشي باللوز. سو ما تنسونا حبايبنا، روحوا اشتركوا هناك، وخلينا نقول بسم الله لنشوف حظنا معلم كيف كان هذا الحدث. صار لي زمان ما عرفت هيك نوع من احداث يا جماعه. تمام، اول شيء هون يا جماعه عندنا ضربه المجانا، اوكي. هلا هي قاعده عم تلف حبيبي والله. بام 72، اوكي 72، اوكي 72 يا جماعه. هل 72 معلم لازم التكتك عشان تجيب هذا شو اسمه هذا معلم؟ لازم تكتك يعني، فهمتوا علي شو؟ راح ناخذ لازم تخلي مثلا اللي هون عندنا 1200 جوهره يلزم السكين، حق السكين بس، ولكن راح خلي هدول معلم للتخفيض 90 و 85، اوكي؟ لكن راح اخذ اشياء بسيطه. وين هي؟ راح اخذ والله حاخذ الحقيبه هي، نعملها تزويد، اوكي نعمل لفه ثانيه. معقول 90؟ لا 72، اوكي اتس اوكي 72. رح ناخذ بطاقات الحاضنه، تمام اوكي، لانه هدف شبابي شباب اخذ هالسكنين 76. اوه ديم معلم. اذا عملت تحديث، بس خايف لما اعمل تحديث يروحوا السكنات، معقول يروحوا السكنات؟ رح نعمل تحديث معلم، جرب. اوبا اوكي، هون معلم اعطوني بطاقه تغيير اسم، تستاهل بطاقه تغيير اسم، نستاهل نجيبها يا جماعه. نعمل لفه ثانيه 74، تمام. هاي قسمه الرويال، اوه والله ممكن يلزمون هذول قسم الرويال كمان لما نلف على الضربات وريك الاحداث شيء، تمام. ونلف اللفه الاخيره تك ميني، اوكي راح ناخذ شو هاي؟ هدول التوكن تشعبي هذا عنا، رح نعمل تحديث 5 المشية، اوكي. هون معنا شو عنا بخمسة؟ بطاقات الحاضنة يا شباب الزمونا، ممكن تنزل شي حاضنة معلم جديدة معلم، شكل زي الوضع يا جماعة. تمام اوكي، باقي ثلاث تخفيضات، اوكي اللي 85 يا جماعة، التخفيض ال 85. راح اخذ فيها سكين البنت، ياب ناخذ هيك سكين البنت اشي، تمام. لا ما راح نعمله فتح، اصبر شوي، اوكي. وخلينا نعمل اللفه الاخيره، راح تكون 70. انا بعرف حظي 70 يا جماعه، ثواني 70 شو ممكن اخذ؟ بس خلينا نعمل لفه 5، اوكي ب 70 هون ناخذ شيء، اخلي شيء ممكن ينفعنا يا معلم. شو في عندنا هون؟ هو هدول عندنا اياهم هون، اوكي. هالسكنات ما عاد اياهم تحت ولا شلون هدول هيك؟ اوكي عندنا هون السكنات يا جماعه بكتاب التشعبي. السكن الاحمر هذا عندي، شو هي؟ تشعبي هذا معلم، صندوق تشعبي، اوكي. هاي ما عندي اياها، اوكي. هي ايه هدول السكنات؟ تمام، سكنات عندنا اياهم. تعرف شو راح اعمل يا جماعه؟ راح اخذ هي، رح اخذ هي، ايه رح اخذ هذيك، ما عندي هذا شايف، هي رح تكلفنا كثير بس اوكي جو، معلش تمام. نفتحهم، طلعت لي تنتين معلم ما كان عندي. حلو امورنا طيبه والله معلم. اللفه الاخيره 90، يا سلام، وهيك بكون جبت السكين شباب باقل ثمن، حلو. وراح اجيب السكين الكامل، حلو سرعة الشراء، ديم عجله الحظ، رح نعمل له فتح، تمام. بس ولكن معلم طولوا بالكم شباب، والله شو حلو، والله تمام السكين يا جماعه، ماشي شو رايكم؟
شوف عليه حتى اقول حقيبه معلم بدي اطير خلاص بدنا نطير ابو شفيق راح نطير. بس ثواني يا جماعه قبل ما ادخل اجرب هذا السكين يا طيبين بدي ادخل اجرب سكيل بنت طبعا كالعاده شباب كالعاده اول شيء ليدس اوكي اول شيء ليدس لهيك راح نجي لهون راح نجي لهون تمام تمام حلو هاي جبنا لا في شيء معلم مو محمل واو والله القبعه اسطوريه وا لا والله جد حلو لا والله حلو سكين بشبه هيك شغله هيك يعني طالع تمام اوكي تشاكيت الشورت والحذاء لا وين راح تحت حذاء هذا الحذاء ايش باللون والله خلينا ندخل نشوف شباب شو وضعه هون نطلع على السريع هيك نشوف شكله بالجيم شو وضعه هذا السكين اوكي وهذا هو سكين البنت طبعا معلم تشاكيت معلم صراحه بابا انا بابا صراحة ما بفهم كثير بسكنات البنات صراحه يعني كم تقييمكم شباب انا بعطيه 5 على 5 متوسط لانه ما لعب سكنات البنات صراحه اتس اوكي okay. ماشي حاله بس ثواني يا شباب مع جماعه 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 طولوا بالكم ثواني شوي انا متحمس اكثر انه اروح اجيب العب في هذا السكين معلم حابب اشوف هيك يعني بشكل مقرب لنشوف معلم اوكي الكاسكت تبعتهم معلم الراس هاي القبعة واو شيء حلو 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 سكين ماشي مشي والله حلو عنا تشاكيت مو تشاكيت هذا جاي مو تشاكيت جاي جاي هيك مثل ما اعرف شو يسموها معلم حبيبي والله المهم فهمتوا علي شلون عنا البنطلسة بس اعمل شيء شغلة عشان يبين معلم ووهو والله طلع الساكورا عليه باللوز ديم وول واو والله صاير باللوز معلم زبطنا السكين تظبيطه حلوه المهم هون عندنا شو اسمه شو نحط عليه بنطال جاس والله طالع حلو مع هذول الاشاطات هيك اوه الله يتس باللوز اوكي هذا كمان عندنا الحذاء هذا ما بعرف راح اقول لكم هذاك الحذاء كذا عم اقول لكم عليه ثواني اروح اشوفه يا اخي كان في حذاء وينه هذاك ان شاء الله يطلع معي كان في حذاء يشبه له وين 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 هو هون لازم يكون ها في حذاء يشبه له كثير هالحذاء شباب صراحة يا الله يا الله وين 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 عليك جو وينك اها حاسس ان ربط عليه اخضر في هذا الاسود هذا 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 الازرق هذا مثل ما انتم شايفين هون يشبه له شوي بس واحد هيك يذكرني يا جدك وين الحذاء ليكون ما عندي اياه عندي انا ما اعرف انه عندي يا جماعه هذا هو هذا هو هذا 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 كذا عم بخسر ما هو اللي تحسه نفسه تحسوا نفسه يا جماعه ولا انا غلطان يا اخوان هذا هو كان بقصده عليكم هذا هو ايه هذا هو ايه هذا هو تحسوا نفسه تحسوا يعني فوتوكوبي طب شوف نعمل هيك ابدا نفسه 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 تقريبا هذا هو نفسه نفسه بالضبط اوكي يلا خلينا ندخل معلم هيك على السريع الى الجيم ولنشوف الوضع معلم شلون السكن اوكي هذا هو السكن شباب واو لا والله ما اشوف شيء ما معلم نجيب هذول هيك شخص معلم هذول وقال ايه ماكس بال عليكم ايه ماكس بال عليكم اه لا خلاص شباب انا بعرف يعني ايه بالنسبه لي بس يعني مشوها اوكي سو نشوفه بس ندخل هيك بشوفه باللعب على السريع اوكي عشان ما نطول عليكم يا جماعه بس والله صح هذا الحظ كان حلو صراحه بال اوكي اخذ شغله حظك ماشي مشي كان حلو بالحرق لهذا الحدث هات ندخل نجرب معلم السكين اللوز سمعكم شلكم ابو شريف قال لي معه سنايبر هذا المعلم اوه هذا معه سنايبر هذا معه سنايبر شقوني شق يا اخي والله معلم بالتدريب شي اوبا اوكي معلم عم بضرب بعض معلم ترك صاحبه وصار يضرب فيني سبحان الله شوف لذلك قتله خلاص شافني معلم صار وين اللي هيك شط لعطته اياه معلم سو عايزين كرام هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع الخفيف اللطيف ما تنسونا بزر لايك شباب واشتراكاتكم اذا مش مشترك اشترك حبيبي وقريبا شباب رح نعمل لكم مسابقه اسطوريه يعني اصبروا علي بكون مجهز لكم مسابقه ان شاء الله اسطوريه مرتبه تمام يا اساطير وبدنا خدمتكم شباب اكتبوا لنا بالتعليقات شباب شو تقترحوا علينا افكار جديده رح نعمل لكم ننزل لكم افكار جديده وما تنسوا شباب تشتركوا بالقناه الجديده الله يسعد لي اياكم بتشكر لكم بزاف 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 يا اخو اوكي اشوفكم على خير عايزين كرام اتمنى لكم يوم سعيد سلام عليكم